عبد الحميد، حكيم زياش، يوسف العربي، عمر القادري، أشرف بن شرقي، نسيم بوجلاب، ومحمد غرس الله. الطاقم التحكيمي يقود هذه المقابلة بقيادة الحكم مامادو كيتا. المنتخب السنغالي يدخل بالتشكيل الآتي: كامارا، بنغورو، صابيري، يوسفو، با أوسينيو، سان ساليف، سيسي ساليو، كواتي شيخو، جاي إدريسا، دياتا كيربين، تيامامي بامبا، وديو فامارا، وفين تسمى التشكيل الاحتياطي: فال بوبكار، وأسامة لامين، وسيسي بابي، وكولي غاسين، ديوب جاي، لوبي جوزيف، سارسيدي، تيوب سادا، وانجيتي أوبا، وديالو أبيبو، ودي أبولي. إذا دقيقة صمت ونعود إليكم. كانت هذه دقيقة صمت ترحما على وفيات كورونا، وكانت هذه دقيقة صمت من الاتحاد الافريقي الذي اصدرها اليوم بلاغ الى كل المباريات طبيعة الحال لاستحقاقات القادمة، والقادر على ان يوي ما بين المنتخب المغربي والسنغالي اللي كيبقاو من بين زهايم. كنقولوا بانه غياب اربعة هدافين للمنتخب المغربي هنا، يمكن نقول بانهم في المباراة تعود الان لاشرف حكيمي كي كرة ممتازة الآن، دائما محاولات ولكن ما مشاتش الكرة، أنا ما مشاتش اتجاه عالية وكرة القدم المغربية. وأتذكر مو خطيرة المحاولة، وياسين بنو ما قال فيه بدو زكي، وأنه قال بدو زكي نتحدث عن الحارس الكبير بالنسبة للمنتخب المغربي لجميل في كرة القدم السنغالية. نتابعوا الآن هذه المحاولة اللي ما شكلتش خطورة بالغة على الحارس ياسين بنو اللي كان في التموضع المناسب. هذه المحاولة دائما صالح المنتخب المغربي، شنو غادي يعمل الآن أشرف حكيمي؟ غادي يحاول يمرر الكمارة خطيرة جدا، هدف بطريقة ممتازة، هدف في حدود الدقيقة العاشرة، هدف لصالح المنتخب المغربي، وسليم أملاح هو الذي يسجل الهدف من خلال هذه المحاولة الأخيرة. سليم أملاح يسجل بطريقة جميلة، وبالتالي يمكن نقول سليم أملاح لاعب ستوندارد بلياج من مواليد سنة 1996 بهذا الهدف احسن دخول، يمكن نقول بانه لاي لاعب احسن ما يتمنى مع اي منتخب كينضم ليه هو انه يسجل في الوهله الاولى. وبالتالي سليم املاح الان يسجل الهدف بطريقه جيده، وبالتالي سليم املاح يمكن نقول لاعب ستوندارد ليج 23 سنه، يجيد اللعب بالقدم اليمنى من مواليد شهر اكتوبر. ردة فعل قوية، خطأ بالفعل، خطأ من خلال هذه المحاولة الأخيرة. وبالتالي منتخب المغرب نشاهدوا الآن أشرف حكيمي والتسديدة لأملاح، كانت تسديدة ممتازة وبالتالي أعطت الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي. الكل كيعرف بأنه الوديات ليس الغرض منها أنه النتيجة بالقدر ما أنه الغرض من الوديات، هذه الإعادة الغرض من الوديات. وأننا أشرف حكيمي اللي كيبقى من بين اللاعبين مشكل خطورة، محاولة والعارضة عصام شباك، تسديدة قوية وكأنهم القادمين الجدد يقولون سيدي خليلوزيتش استدعيتنا وكنا عند حسن الدعوة وكنا سنكون في خدمة المنتخب المغربي. سفيان أملاح وعصام شباك يسدد بقوة، لاعبي المنتخب المغربي القادمين الجدد قادرين على أنهم يعطوا إضافة، وهذه أكبر رسالة. تسديدة لا تصد ولا ترد من طرف الحارس ولكن صديت من المنتخب المغربي. ها هو ابننا البار حكيم، لاعب رسمي والان يحمل قميص المنتخب المغربي. اذا دائما نتابع من المنتخب، خطأ فادح في الابعاد دائما صالح المنتخب المغربي.
بكل امانه ما كاينش، لا اعتقد كاين هناك ضربه جزاء لا اعتقد، ولكن غادي نتابعوا الاعاده من اجل الحسم من خلال هذا المحاوله الاخيره اللي يمكن نقول بانه كان خطا في التمرير. عوده الان دائما لصالح المنتخب السنغالي، خطيره من خلال هذه المحاوله، تمريره ممتازه خطيره جدا خطيره جدا خطيره جدا، هذه المحاوله بناء جيد هجومي من الجهه اليسرى وتسديده بشد جانبا للاعب صار اسماعيل، صار اسماعيل اللي كان وراء هذه التسديده ومر من جهه اللاعب حمزه مندي، وبالتالي هذه كانت محاوله خطيره. اللاعب اسماعيل صار اللي هو الجناح الايمن، الكره العاليه والثابته كاين قامه طويله بالنسبه للمنتخب السنغالي دائما، ولكن بعيده بعيده كاين هناك بشكل يمكن تشكل خطره لو انها تجاوزت. تعود الان لرده فعل استرجاع الان من عناصر المنتخب المغربي، شنو غادي يعمل الان من خلال هذه المحاوله؟ لاعب سليم ممتاز 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 يمرر، والحكم ماذا يقول؟ الحكم المغربي، وبالتالي كرة كترفع عالية، الكرة الثابتة والعالية المنتخب المغربي، هذو من بين الملاحظات. شائر أمل بالنسبة لكرة القدم الوطني، تابعوا الآن هذه المحاولة دائما لصالح المنتخب المغربي ممتازة، كان كيبحث أنه تنطلق الجولة الثانية ما بين المنتخب السنغالي وكذلك المنتخب المغربي بنفس التشكيل، ليس هناك أي تغيير بين المنتخب السنغالي، وأنهم عندهم تدخلات هي قانونيه ولكن كتكون سريعه، كانت عوده سريعه. ممتاز حكيمي، ممتاز اشرف حكيمي، حمزه منديل ايضا كيقطع الكره بطريقه جيده، دائما حمزه منديل مرع الحكم، وبالتالي الحكم لم يقل اي شيء، وبالتالي العناصر المغربيه كان من المفروض انها تتابع هذا الهجمه من خلال بقوه، وبالتالي تذهب لركنية. اشرف حكيمي سدد بقوه لانه كان يبحث لاعب انتر ميلانو. كرة عالية الآن، دائما محاولة دائما لصالح المنتخب المغربي. أشرف حكيمي، أشرف حكيمي، محاولات الآن لصالح المنتخب. هذه كانت محاولة، كانت محاولة ولكن كان تصدي جيد، كانت تسديدة ممتازة وتصدي ممتاز للحارس ياسين بونو الذي يتدخل. ياسين بونو كانت كرة أرضية صعبة وصعبة، وبالتالي تدخل كان جيد في هذه المحاولة الأخيرة للاعب صار إسماعيل، هو اللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة. حكيم زياد مكان أسامة الطنان وعمر القدري مكان عصام الشباك، وبالتالي تحية انتظارات المدرب وحيد خليج. إذا مرة أخرى دخول الحكيم زياش غادي يعطي اضافه خطا في كل تدخلاتهم من جانب المنتخب المغربي. كانت ترفع كره وكانت متابعه جيده من يوسف عبد الحميد، كانت قرات وهذا الحوار ما بين الطرفين، وكما قلت بانها حوار كان قوي بكل ما تحمل من جانب المنتخب السنغالي. خطيره جدا، خطيره جدا، ويا سلام على الحارس ياسين بونو، هذه كانت هجمه خطيره، ضغط لحظات بالنسبه للمسألة اللي تنتظره نصف نهائي حارق جميلة جدا، والهدف والهدف بطريقة جيدة بالنسبة للمنتخب المغربي. خطأ في الإبعاد وانصيري يسجل الهدف الأول بطريقة جيدة بطريقة جيدة. أعتقد بأنه أيمن مرقوق اللي كان وراء التمرير من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي المنتخب المغربي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني، واللاعب وهدف المنتخب النصيري يسجل الهدف، وبالتالي فرحة للعناصر المغربية بهذا الهدف المستحق بالنسبة للمنتخب المغربي. إذا يوسف النصيري من مولد سنة 1997 لعب لكل مالاغا وليغانيتا الإسباني قبل أن يوقع الآن مع فريق إشبيليا، ما كاينش هناك تسلل بتاتا، وأنصيري تمكن من الانتقال بالفعل. كان أيمن مرقوق هو اللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي يمكن نقول بأنه المنتخب المغربي الآن موفق من خلال هذه المحاولة الأخيرة من إضافة هدف ثاني وانتصار إلى حدود دائما تقدم المنتخب المغربي، وقع هدفين لصفر. دائما المحاولات الآن مستمرة من جانب المنتخب
البداية، وبالتالي الآن هو كسب جيل جديد قادر على أن يكون خير خلف لخير سلف، وبالتالي أكيد بأنه العديد من الخيارات أمام المدرب خلال هذه المحاولة الأخيرة. سنتابع الآن كرة عالية وممتاز، وهدف ثالث، ويوسف العربي بطريقة اللاعبين الكبار يحتفل بهذا الهدف بطريقة القناصين، وبالتالي يوسف العربي 3-0. حصة غنية عن كل تعليق، والمنتخب المغربي يضرب بقوة. لاعب أولمبياكوس مسار كبير في الاحتراف منذ سنة 2010، يمكن نقول بأنه لاعب المنتخب الكبار، كان الهلال السعودي غرناطة الإسباني من 2012 إلى 2016، كي كانت فترة انتقال قبل انتقال للضحيل القطري، ومنذ سنة 2019 انتقال حر لفريق الأولمبياكوس اليوناني. ونشاهد الضربة الرأسية، كاميرا بنغورو، يمكن قول بأنه التموقع لم يكن جيد، وخروج خاطئ للحارس المنتخب السنغالي، وبالتالي هدف ثالث، الثالثة ثابتة. نسيم بوجلاب، ننتظرك يا ولد بفارغ الصبر لأن تكون ضمن المنتخب المغربي. ونسيم بوجلاب نتمنى أن يكون مباراة 2018 شالك أس شالك 0-4. سنتابع الآن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح المنتخب السنغالي. ياسين بونو، نتمنى أن تكون متألق كما عهدنا دائما، ولما لا كانت متابعة من ياسين بونو، ولكن تسديدة لصار إسماعيل اللي تمكن من التسديد.